فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله أيضا في المسألة: ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن وليد. نعم، هذا الحديث على غرابته في سنده، والغريب هو ما تفرد به راو واحد، هذا هو الغريب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي من أوائل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، قال له لا تبغضني فتفارق دينك. نعم، لا تبغضني. فهل يتصور أن سلمان رضي الله عنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تحمل المشاق ليراه ويؤمن به، وجاء من بعيد وتحمل المشاق حتى من الله عليه بما أراد ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، في قصة معروفة من إسلام سلمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيف يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يبغض قريشا. نعم، قال: تبغض العرب فتبغضني. تبغض العرب، أنه يبغض العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب وسلمان من الفرس، فلا يحمله كونه من الفرس أن يبغض العرب كعادة الشعوب والشعوبيين الذين يبغضون العرب. فلو أبغض العرب لأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب المباشرة، وإنما من طريق غير مباشر. نعم، والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى المحذور. نعم، فلو أبغض العرب لأدى هذا إلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، فيكون هالكا، لأن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فقد هلك. نعم، وارتد عن دين الإسلام. فهذا من باب سد الوسائل التي تفضي إلى غايات محرمة، ومن باب التحذير من أن يسير الإنسان على عادات الناس وتقاليد الناس دون تمحيص ونظر إلى ما تؤدي إليه من المحاذير. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه. سببا، ليس هو فراق للدين مباشر، ولكنه سبب لفراق الدين، لأنه إذا أبغض العرب يلزم من ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به، حينئذ هذه ردة صريحة عن الإسلام. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. نعم، وربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب سلمان رضي الله عنه مع أنه سابق الفرس إلى الإسلام وله المقامات المعروفة في الفضل، لينبه غيره. إذا كان هذا لو حصل من سلمان هلك، فكيف بغيره؟ وهذا كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى.